نرجع نحن وياكم مشاهدينا بعد هالوقفه مع الاعلام مع ضيوفنا الليله. وشاف مارون وين المنقل اللي حطت لنا اياه؟ منزلنا باربيكيو الليله. المنقل اللي حوي هون وسام عم بهويلهم، صار لي من اول السهره اللي يلعب هلا. وانا اقول مشغول وانا بقول لي معلش خذ وقتك خذ وقتك ما كرمال هيك هون. بس المنقل بلا دخان هيدا. منقل شو هي؟ منقل كهرباء. هيدا منقل كهرباء. منقل كهرباء. شو فيها سبيسيال؟ سبيسيال بالفعل هي فيها بروشات معموله من اللحمه. انا حبيت هدول لحمه العجل. حبيت هيدي بتاخذ العقل. هيدي اسمها رمولاد بالاعشاب، يعني هي نوع من فيها زيت زيتون، فيها حبق، فيها روكا، فيها حبق طاغي صح، فيها حبق، فيها روكا، فيها نوع من السرفاي، هو كمان شيء من فصيله الكزبره بس طعمته اكيد اخف، مع زيت الزيتون وشويه خردل. سو هيدي كلها بنطلعها مع بعضها وبيطلع لونها بهذا اللون الاخضر، وفيها طعمه الاعشاب مع البندوره المنشفه مع الدجاج المنقوع بالحبق. فيها مايونيز؟ فيها مايونيز؟ ابدا ما فيها مايونيز. ما بتنصح؟ انا اكلي كله ما بنصح ليك. اذا هيك بجنن. طلع ابو سام ليك 30 ليله انا سام. ايه لا ما كان المفروض يصير قد الشاشه. طيب ضيوفنا الكرام بهالفقره دائما بناخذ مثل او حكمه او قول بنسمعه بحياتنا وبنجرب نتناقش فيه بنشوف قد ايه بيشبهنا بحياتنا. دائما بتصير تسمعوا هيك امثال بينقالوا كل يوم، مثل برجع بحب عيدهم دائما انا بس كثير بيستوقفوني بمطارح انه طب الجرعه تمها بتطلع البنت لامها. الف قلبي ولا غلبي. الف قلبي ولا غلبي مثلا. وفي امثال كثيره مثلا مثل هيدي ضرب الحبيب زبيب دائما بحب. الف كلمه جمال ولا كلمه الله يرحمه. الف كلمه جمال ولا مره الله يرحمه. وكانك قلبك على قلبي لانه هي اللي منقيها الليله. هي هودي لما واحد بده يفركها هيك بده يزمها. يعني 100 مره جبان ولا مره الله يرحمه. اكيد. انت هيك بتفكر؟ مش قضية. أنا بقول في بعض المواقف. أنا بقول العكس مثلا. ألف مرة الله يرحمه ولا مرة جبان. هلا هون انتبه بدنا نوصل لمطرح لما ما نحكي ما نحكي يعني ما نشوف وجهة نظر أيمن بالأول. ما نحكي الحقيقة، الحقيقة طبعا كرامة موجودة عند كل إنسان. لما تحس بموقف أنت مش حتقدر تواجه تكون راس فيه. بالضبط. أوكي؟ وعارف حالك انت خسران باي معادله مواجهه حتكون فيها، لا بفضل الانسحاب اكثر. يعني حسب المواقف قصدك. طبعا. يعني هون بتصير حنكه. يعني تخيل انا مثلا يعني مثل يعني مش مثل يعني قصه عاديه، يعني انا عارفين خمسه مثلا جايين يقتلوني وانا لحالي وصح لي صار عندي باب اني اهرب مثلا، لا بواجه الخمسه؟ يقولوا لا مش عامل. هيدا مثل مش المثل ال شو اعداء لالي بلا بدي اعتبرهم عدوين لالي. لا هون لاقول لك شغله، هون اذا بالعكس اذا جايين حتى اثنين او ثلاثه يقتلوك وانت منك قادر تقاوم اكيد افضل انك الهروب هو افضل شيء. تحمي حالك يعني. هيدي صارت قصه مساله وعي وحنكه وحكمه. بس احيانا لاقول لك شغله، يعني طبعا كل واحد عنده طبعه بالحياه، بس انه كرامته للإنسان لما بتوصل لمطرح عم بيحاولوا يعني يمسوا لك بكرامتك أو يهينوك أو يزلوك، حتى لو كان هالموضوع المواجهة بدها تكلفك نهايتك من الدنيا. نعم تكلفك نهايتك بالحياة. أنا بفضل أنا عم تفسير للمثل. أنا لا أنا بفضل لا. هلا طبعا الفنان لقلك شغل، الفنان ما بيتعرض بهيك امور يمكن قد اللي بيتعطش. انا بس انا بدي اقول لك شغله استاذ فريد، انت يعني بيطلع عده اوقات انه في مواجهات بتحصل بينك وبين ناس، بينك وبين شخصيات، ان كان مثل اي رجل سياسي مثل اي رجل سياسي. بتلاقي انه اليوم لو ما بيكون معك مجموعه من الشباب ثلاثه اربع حواليك كنت بتفوت وبتطبق هالمثل ولا بتعتمده؟ طبعا نحن يعني اليوم لو لوحدك انت فايت عند شخص وهو عنده 3 4 بادي جارديه بتفضل الهروب ولا المواجهه؟ انا مش مفروض فوت عليه اساسا يعني. نحن الموضوع مش موضوع شباب، او الموضوع انه انا على كرامتي ما بساوي. بس حتى لو القصه حتى لو المساله فيها كلفه كبيره
عفوا شو ما كان هيك امور بتيجي بالصدف مش ما بيكون مخطط لها ما بيكون بالتخطيط فبلحظتها لما يصح لك انت عدم المواجهه بطريقه تبقى سليم انا طريقتي بالاذن استاذ انا طريقتي انه الانسان يحترم الاخر ولا مره بحياتي ذاكر لا انا ولا المربى اللي تربيته انه نمس بحدا او نفتري على حدا او نحاول ناذي حدا لا سمح الله بس انه طيب اذا كان بس اذا حدا بده يتعرض لي بده يتعرض لي بده يتعرض لكرامتي هلا بتقول لي بده يتعرض صحيح هون بتكون ضروره بده يتعرض لمالك فداك بده يتعرض صحيح. لرزقك فداك صحيح. بس يتعرض لكرامتك كرامتك الشخصيه لانه خلص بس خليني اشوف ميس الكرامة لانه مثل لوح الازاز بس تنجرح خلص يعني صحيح ميس اي متى هربتي شي مره هيك وخفتي انا جبان كثير دائما هربانه اصلا لا لا ما بدنا نحكي بموضوع بس المشكل كثير انا بحس انه هيدا فلسطين على الاردن على هربانه على مصر على الامارات على لبنان اي دائما هربانه لا اي متى حسيتي حالك انه بتفضلي ما تواجهي وتضلي ظهرك انا دائما اصلا هيك بحس انه دائما هيك مش بواجه ضعف بحس انه احسن قوه انا مش من النوع اللي بحب المواجهات اللي لانه يمكن الانسان اذا اول مره بيسكت ثاني مره بيسكت ما بواجه ما بواجه بصيروا ما حدا يستهب انه هي ديبندز على الموقف وعلى شو الموقف اللي بيتطلب منك هل تواجه ولا بيطلب منك تهرب ولا تنطر مره واثنين وثلاثه بس هيك من القصص الشائعه اللي معروفه عند النساء اليوم انه معلش بدي اعتبر التعبير بس خدوني على قد عقلاتي يعني هو بصيروا يقولوا بالمعنى الدارج انه هذه مره فاجره مثلا انه بتفجر وبتعيط وبتصرخ وهي بصيروا يستهبوها ويعملوا لها حساب اذا شي نهار ما حدا بيزعلها لا هيدي فجره بتبهدلنا وبتجرسنا بس وقت بكون انسان محترم بيركب على ظهره ايام مزبوط كثير بس انه ما بعرف انا طبيعتي هيك بفضل انه بحس انه الله كبير وهو اللي بيرجع لي حقي بالاخير انه انا يعني ما بحس انه في شيء بيستاهل هالقد انه الواحد يقعد بصراع كثير او قوي مع العالم اللي حواليه فانا هرباني شو يا ميري لا انا مشكلجيه اهلا جريئه بعمل مشاكل انا وعم سوق وبعجبك بشفت قويه مش بس بالسواقه بالحياه عموما بشفت بحق شفت بحق اذا مثلا حدا شفته عم بكب من السياره بلحقه هلا ايام كثير باكل مسبات اشارات بالايد غلط بس انه لا بواجه انا مره صدفه انه حدا كب قنين كبير علي انا ماشي بالسياره حتى نشوف رايك سيد وسام على تونيل يسوع الملك والله ضربت فيك ضربت شو رايك نشوف رايك بالموضوع لو سمحت شو انت تعطينا رايك بالموضوع نعم لا انا والله صراحه بواجه لازم بواجه. لا لازم بواجه بس شغلي سوري ايش شغلي انتبه بس انه ايه مع الحكمه بمواقف معينه يعني اليوم انا اذا موجود وفي صبنا المثل اللي انا قلته يعني بعد ما صبنا اذا واحد كثير ايمن يعني مثل انه بياكلوا له راسه اذا ايه. واحد شافوه كثير مهذب وكثير جالان وبيتصرف مع العالم برواء سوري بفكروه اهبل جبان مشان هيك حتى صحيح. مع البنات يعني بيصوتوا لحيطه للبنت اذا ما كانت قد حالها المجتمع اللي نحن فيه يعني بلبنان وبالعالم العربي اذا بدك او بالعالم الثالث يعني منك باوروبا او بامريكا بالبلدان اللي بتحس بطمأنينة القيم الانسانيه والقيم الواحد ياخذ حقه بايده القيم القانونيه والديمقراطيه والحرية على كرامه الانسان موجوده مش انه العسكري اللي بيلزم الناس فيها لا بثقافة الناس موجودة صحيح. فهيدي هالبلدان ما بتحتاج انك تواجه فيها بس يعني هلا اذا بدنا نرجع نعمل هيك مثل ملخص صغير عن هالحكمة يعني فينا نقول انه الحكمة ضرورية انه بمطرح واحد اذا لقى انه في يبتعد عن المشكل ويشتريه مثل ما بيقولوا بيشتريه بالمعنى الجيد له بيعتمد اسلوب الحكمة صحيح شو يا ايمن شو بدنا نغني شو بدنا نقول؟ لا 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 لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر يحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين لا
حزت غدر ضاع العمر. بدي اسمع زقف يلا. لحظت غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر. تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين. لا 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 لا. اصحى ما تبقى مطرحك غدر العدو بيجرحك. اصحى ما تبقى مطرحك غدر العدو بيجرحك. بس القريب بيذبحك وانت مأمن فيه عم يضربك سكين. هي حزت غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر. تحمل صبر بس القهر انك ما تعرف مين عم يضربك سكين. شكرا شكرا ايمن. رح نروح على فاصل اعلاني. نحن بدي منك ميس تهديني غنيه بعد الفاصل. بريك وبنرجع.